السلام عليكم، معكم كوتش هشام. انا درت الفيديو هذا بغيت نموتيفي بزاف بزاف ديال الناس اللي كيديروا السبور حتى اللي ما تيديروش، حيت حنا كاملين دابا حاليا في حجر صحي، يعني حاليا خصنا نصايبوا بزاف ديال الاكتيفيتي اللي غنحاولوا نهرسوا بهم الروتين. واول حاجه منهم اللي غتخرجنا من هذا الروتين وهاد الديبرسيون اللي حنا فيها الا هي السبور اللي غتنفعنا بزاف بزاف ديال الحوايج. يمكننا نترينوا اخوتي في الدار، يمكننا نصايبوا بزاف ديال تخوك في الدار، منهم انا كنتريني في الدار وكم صايب دي تخوك اللي نقدر نكمل على البروغرام ديالو. مازال حاليا ما شونجي حتى شي حاجه، ومازال حاليا غادي هادي. علاش؟ حيت مازال عندي الفكره انني نبقى نتريني في الدار حتى نتوما يمكن لكم ديروا هذه القضيه هذه. صراحه بروغرام واعر ديال الصح وقاصح قاصح. المهم انا نبارطاجي معكم بروغرام حتى هو ديال اليوم، هضر بامكان اي واحد يديرو من غير بولا بصيره كانت عندك راه مزيان. تقريبا كلشي راه مكمل لكم ديروا في الدار. بالنسبه انا راه كنبارطاجي مع الناس لي بروغرام، اي حاجه درتها كنبارطاجيها في بروفيل باش كنبارطاجي مع الناس اخرين حتى هما يمكن لهم يترينو في الدار. بالنسبه للناس اللي متبعين الريجيم، راه يمكن لكم حاليا في هذه البيريود هذه تشدوا الريجيم ديالكم ديال بصح احسن ملي كنتو، حيت دابا حاليا عندكم الوقت، عندكم بزاف ديال الحوايج يمكن لكم ديروهم. يعني ما تخلاوش على الريجيم ديالكم، حيت تخليتو على الريجيم ديالكم غتزيدوا تدخلوا في واحد ديبرسيون اللي خايبه، اللي غتزيدوا في الوزن ديالكم ويوقع لكم بزاف ديال الحوايج. من الاحسن بقاو كملين على داك الشيء اللي كنتو غاديين عليه، راه ما غاتشونج حتى شي حاجه، وان شاء الله غيفوت كل شيء ونرجعوا كما كنا ان شاء الله. حاولوا هاد الوقيته هذه هي فين خص الانسان انه يركز مزيان ويعرف شنو يدير ويخرج راسه من الديبرسيون اللي هي فيها. ومنهم انا كنحاول نخرج راسي من هادشي هذا غير بالسبور، وكندير بزاف ديال ديزاكتيفيتي غير في الدار باش ما نبقاش في الروتين ديالي ان شاء الله. وان شاء الله كامل غنخرجوا من هادشي هذا كامل، غير صبروا اخوتي. تبارك الله عليكم.